جهاز برغان يفضح خطوبته، شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع، امبارح احتفلت الشلة بعيد ميلاد عمر، وغاز مروان بارك الخطوبة لرامز ومزحه وحكى له مبروك الخطوبة بالطاولة. ويذكر انه رامز في اعلان خطوبته قام بنشر بوست ما كشف عن هوية العروس، وكانوا قاعدين على الطاولة. مبروك خطبة الطاولة برو. ويذكر أيضا أن اليوتيوبر أسامة مروان كان متواجد في حفلة عيد ميلاد عمار واختفى عن السوشيال ميديا، والبعض بيتوقع أن أسامة كان معزوم عند البيوتي. أهلا والله هاي عشيقتي احتفالية. كيف؟ شو كيف حاسة حالك؟ بعد الدنيا فجرنا الدنيا الملعب عليك أصلا فجأة.